بسرعة اليوم فاتح يونيو 2016 تم الإعلان عن انطلاق أول حملة محلية لاستئصال جلالة. هذه الحملة تهدف لا بريز ان شارج ديال تقريبا واحد 40 مريض مصاب بجلالة. قافلة طبية اللي تمت بشراكة مع القطاع الخاص واللي غادي تضم تقريبا 40 مريض على 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 فترة يومين. اليوم فاتح يونيو واليوم الثاني من يونيو ان شاء الله غدا. اسم الصفة؟ دكتور محمد الحجاجي، مدير المختبر المركزي للتحاليل الطبية بالمحمدية. دكتور الحجاجي، كيف شفتوا هذا الحدث اليوم؟ فاليوم فاتح يونيو تم بحول الله وعونه إعطاء الانطلاقة لحملة طبية من أجل نزع جلالة من العين لفائدة مجموعة من المرضى، وذلك بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم المحمدية، السيدة مندوبة وزارة الصحة بالمحمدية ومدير مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية. فقبل هذه العملية كانت تمت عملية أولية تشخيصية من أجل تحديد المرضى الذين سيستفيدون اليوم من هذه العملية، وذلك بإجراء تحاليل طبية مخبرية وكذلك قياس الضغط الدموي والضغط داخل العين. رحمة الله تعالى. أين مدينة نتايا؟ محمدية. محمدية. العملية درتيها اليوم؟ درتها اليوم إن شاء الله. ديالاش؟ ديال جلالة. نعم، كيف حسيتي؟ كتحس براسك مزيان؟ الحمد لله شكرا لله، الله يجزيك. نعم. الحمد لله شكرا لله. كل شيء الإجراءات دازت مزيانة، كل شيء مزيان. كل شيء بخير الحمد لله، الله يطول لي عمرك. شنو تبغي تقول للناس اللي قاموا بهذا العمل، هذه المبادرة؟ الله يطول لهم عمرهم، الله يجزيهم بخير. الله يقوي خيرهم. واخا سيدي، اش كي دازت الأجواء ديال العملية؟ لا مزيانة، والولاد مزيانين، والدريات مزيانين، والفاملية مزيانين، الحمد لله. قلتي العناية تامة؟ العناية مزيانة الحمد لله. كلشي داز هذا؟ لا كلشي زين الحمد لله، الله يرضي عليكم الله يعاونكم. الحمد لله، نتمناو لك شفاء. امين الله يحفظك. الحمد لله تولى الدواء وتهلاو بينا مزيان وكلشي مزيان والحوايج نقايا، الله يصلحهم الله ينجحهم الله. والسبيطار اللي واقف مزيان. شكرا سيدي، شكرا على الناس المسؤولين اللي على السبيطار والمدير وكاع الطبيبه والفرامليه، وكنشكروا كلشي الناس وساعدت العميل والله ينصر سيدنا. شكون عندك مريض انا؟ الوالد ديالي، هي الوالد ديالي، انا مع الوالد ديالي. لقيتوا الاجراءات كلشي مزيان؟ كلشي مزيان، الامور مزيانه، واقفين معنا الناس الله يجازيهم بخير. كلشي الامور دازت مزيانه وعاش الملك الله ينصر سيدنا. الوغ في اطار هذه الحمله بغينا نوضحوا معطيات جديده على المستشفى مولاي عبد الله، انه تم اقتناء اجهزه خاصه باختصاص امراض وجراحه العيون. هذا اقتناء المعدات كان من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بحيث تكلفه هذه المعدات تتساوي 1,418,000 تقريبا درهم. ايضا وزاره الصحه تكمل هاد المعدات بمعدات اخرى لبلغ الاجمال ديالها مليون تقريبا 1,010,300 درهم. اذا هاد المعدات تتخص بالفحص امراض العيون من جهه، وبجراحه العيون من جهه اخرى. المجموع البروجي اللي كنا ديال ينداش ووزاره الصحه تقريبا 2,428,340. تنشكروا ايضا بالمناسبه السيد العامل اللي عمل على افتتاح وانطلاق هاد الحمله، القطاع الخاص المشاركه ديالو الفعاله، وتنتمناو ان شاء الله ان ندوز هذه الحمله بخير وعلى خير، وتكون فاتحه لحملات اخرين لاختصاصات اخرين اللي ان شاء الله اللي عندنا فيهم الخصاص، وتكون ان شاء الله بادره خير. نعرفوا الراي ديالك في هذه الحمله. رايي في هذه الحمله الطبيه، اولا اخص بالشكر واشد بايد حراره على
كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الحملة، وأخص بالذكر سيدة مندوبة وزارة الصحة بالمحمدية التي ما فتئت أن اتخذت جميع الإجراءات، الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية من أجل إنجاح هذه الحملة، وكذلك مدير مستشفى مولاي عبد الله. أشكر كذلك طبيبات العيون بمستشفى مولاي عبد الله وزميلاتها الطبيبات التي أتوا من مدينة الدار البيضاء والرباط من أجل مساندة هؤلاء المرضى. كذلك أود لا أنسى بالشكر جميع الممرضين والممرضات والأطقم الإدارية والطبية بمستشفى مولاي عبد الله الذين وضعوا كل الجهود نصب أعينهم من أجل إنجاح هذه الحملة الطبية اليوم. جلالة شحال هي من عنفك؟ في منيتي شحال؟ نعم. شحال هي فيا؟ نعم. شنو تبغي تقولي للناس اللي قاموا بهذا العمل اليوم، وكي جاتك الرعايه الطبيه هنايا في سبيطار مولاي عبد الله؟ الحمد لله، الله يخليكم لينا والجميع كل شيء، تبارك الله عليكم. تحسي براسك مزيان دابا؟ مزيانيه، مزيان مزيان، الحمد لله مزيان. الحمد لله، الله يجيب الشفاء. امين امين بنيتي امين. السلام عليكم سي الحاج. الله يسلمك اختي بخير. اش من مدينه نتايا؟ محمديه. نعم. شنو السبب اللي جيتي هنايا؟ الجلاله. نعم. انا الجلاله، وكنطلب الله سبحانه وتعالى ينصر سيدنا اللي درنا هذه المؤامره ديال الجلاله، والحمد لله يشكره. شحال من عام انت كتعاني من الجلاله؟ اختي فتحت العمليه الاولى دي عندي فيها شهر، والثانيه هذه شي تقريبا شي 14 عام وانا كنتعاني بالجلاله. وكي شتي الاجراءات اللي قاموا بها في مولاي عبد الله؟ الحمد لله كل شيء بخير، لا من الفرامليال والمساعدين، كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير. باقي ما درتيش العمليه؟ مازال الله غادي نديرها. نعم. نتمنوا لك الشفاء ان شاء الله. يبارك فيك اختي. ما هو موقعكم في النسيج الجمعوي الصحي بالمحمديه؟ أنا معروف علي رئيس جمعية آدم لداء السكري، وكذلك شريك لمجموعة من الجمعيات الطبية في المحمدية. فعندنا برنامج على طول السنة ننظم قوافل طبية، كشوفات، فحوصات، تحاليل مخبرية لفائدة المرضى المعوزين بالمحمدية. ونتمنى إن شاء الله بهذه الحملة اليوم أن نفتح عهد جديد مع العمل الجمعوي الطبي في المحمدية إن شاء الله مع شركاء عديدين إن شاء الله. عليكم حاجة. عليكم السلام. نعم. أين مدينتي؟ أنا من الدار البيضاء. دار البيضاء. شحال من عام هي فيك جلالة؟ بنتي ما كنديرش عليك، راه جاية شي عام دابا ولا هكا. نعم. كي دازت الأجواء ديال العملية؟ الله يخليك، كثر خيرهم زعما، ناس كلشي قايمين به مزيان الحمد لله. لقيتوا الرعاية الطبية كاملة؟ كلشي الحمد لله، لا الفرمليات ولا الطباء قابلونا مزيان الحمد لله. امنتي كيف كتحسي براسك دابا؟ مزيان شويه الحمد لله، راه باقي لي الله فتحنا دابا ولاتي شويه ونشوفوا التحسين. نتمنوا لك الشفاء ان شاء الله امنتي لينا ولجميع المسلمين. سولتيني شريفه على غادي يخرجوا؟ اللي عنده اللي جاو حبابو كانوا باغيين يخرجوا في العشيه، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن مع الصباح 8:30 يكون هنا، لانهم غدا الصباح كاين الكونترول، غيديروا لهم الكونترول على الصباح عادي ان شاء الله يستمروا في الناس. خلينا نبعثوا صافي ماشي مشكل. الا ما عندكمش امكانيات باش تديوهم وتخليوهم، خليهم مرحبا الصباح ان شاء الله. غدا ان شاء الله من ورا الكونترول نجيو نخرجوهم. شكرا. دابا من ناحيه الدواء، هاد الناس اللي فتحوا راه كل وحده عندها الساشيه ديال الدواء حداها، سمعتوها شريفه؟ كل وحده حداها الساشي ديال الدواء ديالها، راه تمنح لها من الصيدليه ديال المستشفى، وتتبع دواها مزيان، وإلا كان شي مشكل ولا تعاودوا ثاني تجيو لواحد الاستشاره.